السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف نقوم باسترجاع حساب جوجل أدسنس مغلق بسبب انتهاك سياسة إن شاء الله سيتم إرجاعه. كل ما علينا هو الذهاب وتقديم طلب لجوجل أدسنس لإعادة النظر في الحساب. كما تلاحظون هنا تم إغلاق حسابي. سوف أترك لكم رابط تقديم الطلب في أول تعليق مثبت أو في صندوق الوصف. كما تلاحظون هنا هذه هي واجهة تقديم الطلب. تقوم بملء البيانات، مثلا هنا سوف أقوم بكتابة اسمي الموجود في خانة الدفعات على حسابي في أدسنس في خانة معلومات الدفع. تقوم بنسخه ثم تقوم بكتابته هنا، مثلا هنا سوف أقوم بكتابة الاسم الخاص بي، ومن ثم كما تلاحظون سوف أقوم بكتابة الإيميل، وهذا الإيميل يفضل أن يكون الخاص بحسابك على جوجل أدسنس. تقوم مثلا بنسخه ثم بلصقه مرة أخرى، وهنا تقوم برقم التعريف الناشر، تقوم بنسخ الرابط الموجود في حسابك على جوجل أدسنس وهو بيب وأرقام، تقوم بلصقه هنا وتنزل للأسفل، وتقوم هنا بوضع رابط موقعك الإلكتروني. مثلا هنا سوف أضع أي رابط مثلا بهذا الموقع، الموقع مثلا خاص بي. وهنا إذا استلمت شعار بشأن إيقاف حسابك، يعني إذا وصلك إيميل من جوجل أدسنس وقالوا لك بأنهم تم إيقاف حسابك، تضغط على نعم. مثلا أنا سوف أضغط على نعم، وهنا تقوم بكتابة الرسالة. سوف أترك لكم الرسالة، يمكنكم التعديل عليها. لقد تم إيقاف الحساب على جوجل أدسنس، ولكن أنا أريد تفعيل هذا الحساب وأنا أعرف السبب، وأعدكم أنني لن أخالف السياسات مرة أخرى. هذا خطأي وأنا أتحمل تلك العواقب، وأرجو منكم استرجاع حسابي لأن لدي عمل كبير على الموقع، وذلك لصالح المعلنين على جوجل أدسنس، وسوف يتم إلغاء جميع النقرات والمصادر غير الشرعية. أعدكم بهذا وشكرا جوجل أدسنس. يمكنكم أيضا أن تقومون بكتابة رسالة أخرى أو أي رسالة ترونها مناسبة، ثم تقومون بالضغط على إرسال. سوف تظهر لك واجهة بأنه تم إرسال رسالتك، وتنتظر حوالي 48 ساعة.